حتى في مقاعد الدراسة هذه يرسم أبناء داريا مستقبلا خاليا من شعارات البعث. فمنذ بداية الثورة لم يفلح أحد في كبح جماحهم وثنيهم عما يريدون، مع تعرضهم في كل يوم يخرجون فيه للتنكيل. لما طلبنا حرية وطلعنا حتى نصف النظام، شفنا وحشية النظام وشفنا إجرامه، ومن أرتقام نشطاء دارية وتنسيقيات دارية إنه خلانا نبث الروح تظهر فينا، خلانا نطلع ونشارك بالثورة ونفيد الثورة. صرنا نطلع مظاهرات عشوائية، صرنا نضخ على الجدران بعبارات عشان نصفة النظام، وصرنا نوزع مناشير، صرنا نطلع مظاهرات، صرنا ننسق مظاهرات يومية، يعني صرنا نغيظ النظام كثير. بس مع كل هذا صار النظام يحتقرنا، إنه صار يهجم علينا على المظاهرات. صار قد لا يكون موقف محمد ورفاقه غريبا. المدارس تقرب لحتى يسقط النظام، كثير حاولت تقنع الناس بهي الفكره بس ما كان في تجاوب، واغلب الناس كانت تقول انه شو دخل العلم بالسياسه، لازم نفصل بين الاثنين، ولازم نحن بالعكس نتعلم ونطلع مثل الوطن اقوياء ونستوعب اقوياء لحتى نقدر نستلم البلد. طبعا انا من وجهه نظري العلم مو هي بس العلوم النظريه اللي ناخذها، العلم هو شيء ثاني، اللي بيسمع البلد واللي بيسمع المجتمع هو كيف نربي اولادنا على شيء اسمه كرامه، على شيء اسمه حريه، على شيء اسمه تضامن مع الاخرين. اختار اطفال دارية ادوارهم في دعم الثوره، فمنهم من اختار الامتناع عن الذهاب الى المدرسه معلنا اضراب الكرامه لحين سحب الآليات العسكرية من المدن. أنا طفتاني. ليش هي السنة أضربت وما رحت على المدرسة؟ ما أطفالش أنا فعلا وما نروح على المدرسة. ومنهم من آثر البقاء حتى تبقى مدارسهم صوتا ينادي بالحرية وتحقيق المطالب، والبعض ما يزال مغيبا في ظلام السجون. لم تعد دروس القومية العربية وكتب حزب البعث تعني لهم شيئا، فقد أصبحت في عداد مفقودة من الكتب المدرسية، واستعادوا عن ذلك بلوحات بسيطة خطتها أيديهم وهربتها حقائبهم لترفع شعارات العدالة والمساواة والحرية في وطن يكبر بهم. طلاب دارية الأحرار